نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا. نقوم الآن بفضل الله تعالى بتوزيع وجبات الطعام للنازحين في مدينة رفح في ظل هذه الظروف الصعبة. كذلك نشكر إخواننا في تركيا لجهودهم الطيبة لخدمة النازحين في مدينة رفح في ظل هذا العدوان الذي يتعرض له أبناء شعبنا. فشكرا جزيلا لكم على جهودكم ولكم كل الاحترام والتقدير. لكي تبقى الحياة لن ويسمو ديننا الأغلى ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكلا. لكي تبقى الحياة لن ويسمو ديننا الأغلى.